نفذ يومنا هذا الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 صيادي الخوخة والجمعيات التعاونية السمكية في مديرية الخوخة وقفة احتجاجية للتنديد بالسفينة الإيرانية السافيز الموجودة في البحر الأحمر وما تشكله هذه السفينة من تهديد أمني صارخ وسافر للنشاط السمكي وللصيادين بشكل عام وللملاحة الدولية على حد سواء. وخرجت الوقفة بالآتي: إدانة تلك التدخلات الإيرانية في البحر الأحمر وما تقوم به تلك السفينة الإيرانية السافيز من تحركات مشبوهة وأعمال عسكرية لا تمت بصلة للنشاط الصيادين والنشاط السمكي بشكل عام. طالب الصيادون صيادي الخوخة الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها الأخلاقية بالعمل على وقف تلك الممارسات الاستفزازية من قبل السفينة الإيرانية وتدخلات إيران في المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة الشرعية الممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي برفع الأيادي إيران من مياهنا الإقليمية ورفع أدرعها من هنا حتى يتسنى لصيادينا العمل ومزاولة عملهم يعني بحرية أكثر ورفع المخاطر عنهم. السفينة الإيرانية سافيز المتواجدة في المياه الإقليمية اليمنية تهدد حياة ومخاطر الصيادين. أنا الصياد علي محمد سعيد الطبوزي أستاذ من باب المندب للمخا في الشواطئ هذه، والآن عادنا جيت الآن من البحر، الآن وصل من البحر هارب من السفينة هذه حق الإيرانيين تضرب إحنا ولا خلانا نضرب الله ولا نناشد الدولة ونناشد عبد المنصور هذه على أن تخذ قرار ضد هذه الباخرة. الباخرة الإيرانية كانت تقزا جنب المضي يعني جنب المضي ترمي علينا رصاص، وحنا نبعد منها مسافة 10 كيلو وأبعد، هو تضرب علينا رصاص ومعدلات ما خلي احنا نهرب طائرين، يعني يعتبر كأنهم غزاة الإيرانيين غزاة.